هذه رسالة وصلتني بطريق غير مباشر من اكاديمي ولاهوتي مسيحي يعيش في الشرق الاوسط هو انجيلي هو يرد على الرسالة الجماعية التي وقعها 21 قسيس انجيلي ووجهوها الى الكنيسة العالمية ساقرا نصها كما هي هو ارسلها باللغة الانجليزية ولكنني ساقراها باللغة العربية ان التعليق الموجز ادناه هو رد على الوثيقة دعوة جماعية إلى الكنيسة العالمية من قادة الإنجليين في الشرق الأوسط والتي كتبت في 5 أغسطس 2024 وكتبها عدد من القادة الإنجليين العرب أعرف شخصيا 12 من الموقعين العشرين إنها تدعو الكنيسة العالمية إلى الاستماع إلى قصصهم والانضمام إليهم في التطلع إلى الوحدة الكتابية في إعلان القوة التحويلية للإنجيل وهي تعترف بعمل المبشرين الغربيين في القرنين الماضيين في تعميق تراثهم الروحي، كما تدعو الى السلام من خلال التاكيد على اولويه حب الله والقريب. سواء كان يهوديا او مسلما، وترفض جميع اشكال العنف ضد المدنيين، كما تدعي انها تضع الانجيل في الاولويه على السياسه، وتلتزم تماما بالارساليه العظمى، ومع ذلك وبقدر ما تبدو الكلمات اعلاه جيده، فهي مجرد غطاء لقضايا خطيره ذات اهميه كبيره والامثله وفيره لكل من النقاط أدناه واحد تزعم الوثيقه انها ضد معاداه الساميه ومع ذلك فان العديد ممن صاغوا الوثيقه معادون للساميه علنا وبكل الطرق. وتظهر كتاباتهم وخطب وخطبهم هذا بوضوح. اثنين تزعم الوثيقه انها ضد الاسلاموفوبيا ومع ذلك فانها تتجاهل العديد من الافعال المتطرفه التي يقوم بها الاسلام المتشدد ضد المسيحيين والكتاب المقدس انظر ادناه. ثلاثه تزعم الوثيقه انها ضد المسيحيه الصهيونيه وهو مصطلح صيغه للاسف في الشرق الاوسط ومع ذلك فإنها تتبنى الكثير من الأيدولوجية الإسلامية بحيث تصبح شكلا من أشكال الإسلاماوية المسيحية أربعة تزعم الوثيقة أن هناك فجوة بين الكنائس الغربية والشرقية لكنها تنظر بغطرسة الى الكنائس الشرقيه باعتبارها الوحيده التي تحمل الحقيقه وعلاوه على ذلك فان اتباع هذه الوثيقه من شانهم ان ينفروا اي مسيح عربي لا يقبل هذه الحقيقه. خمسه تدعو الوثيقه الى محبه المسيح فوق اي اجنده سياسيه ومع ذلك يستخدم اتباعها لغه المحبه ورساله الانجيل فقط لاغراضهم السياسيه الخاصه. إن أيديولوجية هذه الوثيقة هي لاهوت الاستبدال الذي ينظر إلى الكنيسة على أنها تحل محل إسرائيل ويدعو إلى إلغاء أي عهود أبرمت مع إسرائيل وينكر أي دور محتمل لاسرائيل في المستقبل وغالبا ما يدعم إبادتها وبالتالي فإن لاهوت الاستبدال يرمز إلى الكثير من الكتاب المقدس ويتجاهل تماما أن يتجاهل تماما النبوءة الواضحة بعودة إسرائيل إلى الأرض واعتناقها في النهاية ودورها الرئيسي في كسب العديد من الأمم إلى الإنجيل وقد تبنى المصلحون ولا سيما مارتن لوثر وجون كالفن لاهوت الاستبدال حتى أن أودلف هتلر أطلق على مارتن لوثر لقب رجل عظيم عملاق لأنه رأى بوضوح أن اليهود بحاجة إلى التدمير أصبح هذا عذر هتلر لارتكاب أهوال المحرقة ستة تزعم الوثيقة أن الموقف الغربي من إسرائيل استعماري، لكنها تتجاهل التوسع الاستعماري للإسلام من شبه الجزيرة العربية إلى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، واحتلال تركيا لشمال قبرص، واحتلال حزب الله لنصف, لنصف لبنان، وغيرها، كما تتجاهل كيف أن إسرائيل لديها أكثر من مليوني مواطن مسلم من أصل 150 ألف مواطن أصلي، ها؟ أه؟ وهم يعني اسرائيل عندها حوالي 2 م... تقريبا 2 مليون مواطن من ضمن عدد إسرائيل اللي هم حوالي عشرة مليون وهناك اعضاء في الكنيسة والنظام القضائي ويخدمون في الجيش وينطبق نفس الشيء على المسيحيين والدروز والبهائيين وغيرهم من الديانات. كيف يمكن ان يكون هذا فصلا عنصريا؟ كيف تتجاهل الوثيقه كما تتجاهل الوثيقه تم طرد اكثر من 850 الف يهودي من مختلف البلدان العربيه لا يوجد يهود تقريبا في اي بلد عربي اليوم اضف الى هذا انه اليوم في البلدان العربيه لا, يس لا يسمح ما يسمحش لاي مسلم بالاعلان عن ايمانه علنا والا سيواجه الاضطهاد الشديد وحتى الموت سبعة. تتحدث الوثيقة عن معاناة الفلسطينيين وتؤكد على مقتل المدنيين في غزة باعتباره إبادة جامعية، بطبيعة الحال أي معاناة للمدنيين مأساوية ويجب رفضها، ولكن الوثيقة لم تشر قط إلى سبب المعاناة المدنية الحالية فقد بدأت عندما أقدمت حماس على ذبح 1200 يهودي بريء بوحشية في 7 أكتوبر 2023 واحتجاز 250 رهينة، ثم استخدمت حماس شعبها للاختباء خلفهم وتحت وتحتهم اثناء اطلاق الاف الصواريخ على المدنيين في اسرائيل، وفي الوقت نفسه ارسلت اسرائيل ملايين الرسائل الى سكان غزه للفرار الى مناطق اكثر امانا، لكن حماس لم تسمح لهم بذلك، انها استراتيجيه حماس لقتل شعبها من اجل خلق نظره عالميه سلبيه لاسرائيل، وقد نجحت حماس في ذلك. تمانيه الوثيقه لا تذكر الفظائع التي ارتكبتها الجماعات الإسلامية في هدم الكنائس والطهاد وسجن وحتى إعدام المتحولين من الإسلام إلى المسيحية فضلا عن ارتكاب العديد من عمليات قطع الرؤوس، انها تمنع حريه اختيار العقيده، وهذا واضح في اليمن ومصر والعراق والاردن وليبيا والمغرب والجزائر والمملكه العربيه السعوديه والكويت. هذا احتلال حقيقي وفصل عنصري. ماذا عن ذبح المسلمين للهندوس في بنجلاديش؟ الوثيقه تتعامل مع هذه الحقائق على انها غير مهمه، انها تعتبر الاسلاموفوبيا والمسيحيه الصهيونيه المشكله الحقيقيه والوحيده. تسعه تتحدث الوثيقة عن السبب الجذري للصراع المستمر منذ 76 عاما انها تفترض ان اسرائيل احتلت الارض بشكل غير قانوني قبل منحها الدولة في 14 مايو 1948 ومع ذلك فان الوثيقة تشوه الكثير من التاريخ لم تكن هناك دولة فلسطينية حتى ذلك اليوم كان الفلسطينيون من نوعين فلسطينيون يهود وفلسطينيون عرب لقد عاشوا جنبا الى جنب في سلام لقد جاء العديد من العرب من الدول المجاورة الى ارض اسرائيل لانها كانت مزدهرة وارادوا حياه افضل تماما كما يفعلون الان في الهجره الى الدول الغربيه بدا العرب في استخدام اسم فلسطين لانفسهم كاداه بعد 12 عام من انشاء دوله اسرائيل رسميا كان انشاء الدوله الدوله بموجب مرسوم قانوني من من عصبة الامم انذاك ومنذ ذلك الحين رفض العرب الدعوات المتكرره لدولتين لقد ارادوا ولا يزلون لا يريدون وجود اسرائيل والمسيحيين الذين كتبوا هذه الوثيقه لديهم نفس الراي تتجاهل الوثيقه ان الاسلام لم يدين الارهاب ابدا جامعه الازهر وهي القوه الاسلاميه للقاده والشيوخ لم تدين داعش او حماس وما شابه ذلك مره واحده لانها جزء من الاسلام مخطط الاسلام هو تشكيل خلافه عالميه تتحدث الوثيقة زورا عن الاسلاموفوبيا والصهيونية المسيحية باعتبارها الاسباب الرئيسية للمشاكل التي يواجهها المسيحيون في الشرق الاوسط. ان اتباع الوثيقة على ان اتباع الوثيقة على استعداد للعيش تحت نير الاسلام بدلا من الالتفات الى تعاليم الكتاب المقدس، ورغم ان الوثيقة تدعو الى السلام والحب والوحدة الا انها في الواقع تستند الى رواية اسلامية عشنا في ظلها طيلة حياتنا وهي رواية الاقصاء اليهودي وجبال من الكذب وعقلية الضحية والوثيقة مضللة ومخادعة للغاية هذه أتمنى أن أكون يعني ترجمتها بشكل جيد وواضح حتى لو ما كانش بالدقة المائة في المائة لكن هذه الترجمة النصية لهذه الرد على الوثيقة التي أرسلها لاهوتي شرق وأكاديمي مسيحي إنجيلي من الشرق الأوسط وحبيت ان اسجلها بشكل منفصل لانها رساله لها اهميه خاصه شكرا لكم